يسأل السائل الكريم، يقول: التشهد الأخير إذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحيح يا إخوان، احنا أخذنا كل هذه الصيغ الإبراهيمية، كلها أخذناها في جلال الأفهام، سبع صيغ كلها صحيحة إن شاء الله ولا شيء فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. كل صيغ كثيرة وكل الحمد لله، لكن ما فيش كلمة سيدنا، ما في كلمة إيش، ما فيش كلمة إيش، ما فيش كلمة كلمة ما فيش كلمة سيدنا، لا ما فيش سيدنا. هذه في الصلاة نعم. أيوة. بدون الصلاة ولا بدون الصلاة حتى. لا 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 ولا لا ولا في الصلاة ولا في الصلاة. سيد الأكوان يا سيدي. أيوة نعم، هو سيد الأكوان، بس لما الصحابة دخلوا عليه وقالوا علمنا الصلاة عليك، قال لهم قولوا. فوضح لهم كيف الطريقة التي تقال، ولا وخير الكلام الذي يأتي من مين؟ من الرسول. الله يجزاك عليه الصلاة والسلام.